احنا جالسين يا طلاب نكمل محاضرتنا بالنسبة للبيسيستي وهذه النيتروجين. طبعا البيسيستي تكون حسب ما تشوفون بالبي كي اي، طبعا البي كي اي كل ما تصعد قيمتها معناته المركب اكثر قاعدية، كل ما البي كي اي عالية معناته المركب مور بيسك، فهذا المركب اللي هو الاميدازول حيكون مور بيسك ذان ثيازول واكثر بيسك ذان اوكسازول. فالنيتروجين nitrogen at the position 3 of the oxazole basic، الازول عفوا basic، although the base strength varies، فقلنا مثل ما شفنا هنا شو اختلاف. السبب لانه عندي هنا حيكون عندي نوع من الدونيشن هنا بالنيتروجين، فتكون يعطيني هاي اكثر بيسيستي اذا نقارنهن، لانه مثل ما تعرفون الالكترونيجاتيفيتي يعتبر انه اقل واحد منه عندي النيتروجين، فبالتالي انه الدونيشن مالته احسن. السلفر مو جود دونر، الاكسجين مور الكترونيكتيف ذان النيتروجين، فبالتالي مو جود دونر. زين هاي طبعا هم كان هذا الفكره الاساسيه اللي يعني لكم تعرفوها، انه ليش الاميدازول اكثر بيسك، اذا هي شنو هي ريليتد لل سمها وللالكترونيكتيفيتي، والشيء الاخر انه السلفر انه مو جود دونر، مانح مو كلش قوي، بالتالي يكون شنو هذا احسن وحده بالمنح من هاي اللي حتمنح اللون بير بحسب تركيز وين مات الالكترونات بهذه النيتروجين، بالتالي تكون هاي هي البيسك. طبعا بكل ذني البيسستي هي ريليتد الى من هذه النيتروجين، تشوفوها هذه النيتروجين او هذه او هذه. زين نجي على البروتونيشن، طبعا هو البروتونيشن ريليتد المن اوف كورس هو سم هاو ريليتد للبيسيستي، فاميدازول ثيازول اند الكيل اوكسازول ثوت نوت اوكسازول اتسلف فورم ستيبل كريستالاين سولت و سترونج اسيد. هنا ايش نقول؟ انه هذني قاعدي، معناته نقول لانه ايش نقول؟ انه هذني من يتفاعل مع حامض سترونج اسيد يكون لي شنو؟ يكون لي ملح كريستال سولت باي بروتونيشن اوف ذا امين نيتروجين، يعني شنو؟ ال N3 نون از شو يصح ولا يصح له؟ اما اميدازوليوم او عفوا او ثيازوليوم او اوكسازوليوم. طبعا هنا مثل ما قلنا مو الاوكسازول، لازم الكيل اوكسازول. ليش؟ انه الاوكسازول قلنا عليه هو الكترونيجاتيف اتوم، بالمنح مالته هو مو جيد الاوكسازول، بنخلي له الكيل لح شويه الدونيشن حتكون افضل، بالتالي يكون جود دونر. زين نجي على الاميدازول بي كي 7 هو فيري سترونج بيس مقارنه بالثيازول، حكينا بالسائل اللي قبله. The higher basicity of the pyrazole reflect the symmetry of the cation. هسه راح احكي على عفوا نرجع هنا لهي السلايد شو اسمه صار فليب. فمثل ما قلنا احنا الاميدازول هو المور بيسك سترونجر ذان ثيازول واقوى من الاوكسازول، حكينا بالسؤال اللي قبله. اميدازول از اولسو سترونجر ذان بيردين، هاي ملاحظه مهمه، اذا رح نشوف ان شاء الله البيردين بالمحاضرات المحاضره بعدها ان شاء الله رح ناخذ السكس نمبر ونشوف البيردين. البيردين هو بيسك، الاميدازول اكثر بيسيستي من البيردين، ليش؟ due to amidine like resonance that allowed both nitrogen to participate equally in the carrying the charge. فهنا عند طلاب هذا شنو هو الاميدازول؟ الاميدازول شنو الفكره مالته؟ انه عنده 2 نيتروجين، بالتالي البوزيتيف تشارج انه راح تكون كاريد باي بوث نيتروجين، هاي النيتروجين او هذه. تشوفون الريزونانس فورم عنده 2 فورم، فعنده اميدين لايك ريزونانس ذات الاود بوث نيتروجين انه شنو كاري هاي تشارج، لانه هاي تشارج ما تصير هنا ولا هنا، فبالتالي يعطي اكثر قاعديه من البيردين. نجي على السلايد اللي بعده، انه يقول بالنسبه لل 1 2 قبل شوي حكينا على ال 1 3، ال 1 2 اكو فرق بيناتهم خلينا نشوفه. فالدايركت لينكينج اوف ذا تو هيترو اتوم عنده فيري يعني خلينا نقول فيد افكت كلش قوي عاليه من على البيسيستي، يقللها تمام، فيقلل البيسيستي. فالبيرازول هو يكون 2.5 يعتبر ويكر ذان اميدازول. طبعا طلاب البي كي ذني ارقام ما اريدها من عندك تحفظهن، يعني ما اريدك تحفظ انه هذا البيرازول القيمه مالته هالقد الايسر، كل واحد ما اريد من عندك البي كي لانه انت هذين كلهم بسهوله تقدر تلقاهن باي رفرنس تكست بوك جوجل اني وير تقدر تلقاهن، لكن الفكره اريد تعرف انه هذا يكون اقوى او اقل وليش شنو السبب. ف
فمثل ما قلنا هسه الايسوثيازول يكون هذا القيمة مالته، الايسوكسازول يكون بعد weaker than their 1,3 isomer. The higher basicity of the pyrazole. احنا يعني هسه احنا اذا نقول طلاب بس اهم ملاحظه خاف يعني نعبرها او شيء، يعني هسه اذا نقارن بال 1,2 حيصير نفس تقريبا ال 1,3، يعني على واحد من عندهم منه البيرازول بالبيسيستي ورا يجي منه الايسوثيازول واقل واحد منه الايسوكسازول اقل واحد بالبيسيستي. The higher basicity of the pyrazole reflect the symmetry of the cation with its two equivalent contribution of the resonance structure. Clearly, oxygen has larger electron withdrawing effect than the sulfur. هنا طلاب شنو نقول يقول هنا أنا؟ نقول إنه ليش البيرازول هو أقوى قاعدية من جماعة البقية من الايسوثيازول والايسوكسازول. السبب ليش؟ لأنه عند two resonance form حيكون نوع من السيمتري، بالتالي حيكون positive charge مرة بهالمكان هذا ومرة بهالمكان هذا. ويبقى الأكسجين أقل واحد، ليش؟ لأنه الأكسجين عنده شنو؟ strong withdrawing، يعتبر أنه ذرة الأكسجين strong withdrawing، بالتالي قابلية المنح تكون ضعيفة، فأقل واحد بالمنح منه هو الأكسجين، وتكون أقل واحد بالبيسيستي. نكمل هسه الرياكشن ويا الإلكتروفايل. أول شيء إذا تفاعل ويا بالنيتريشن، الإلكتروفيلك substitution occur with more readily with imidazole followed by thiazole, oxazole less reactive، لكن كلهم يتفاعلن، لكن اكو فد سيريز بالرياكتيفيتي تقريبا هي نفس الترتيب مالت البيسيستي، يعني الاميدازول اعلى واحد وراها ثيازول وراها شنو الاوكسازول. نيتريشن اوف اميدازول يعطينا شنو؟ هسه نجي هنا طلاب هاي الملاحظه مهمه، انه بالنيتريشن، النيتريشن يعني شنو هسه مستخدمين؟ مستخدمين HNO3 و H2SO4، فراح يعطينا شنو؟ يسوي لي نيتريشن. من تجي النيترو جروب وين راح تروح؟ النيترو هي شنو؟ مجموعة ساحبة with drawing group، فتفضل وين تروح؟ أما تروح هنا أنا. هذا قلنا المكان ما يصير، ليش؟ لأنه هو شنو عبارة عن تفاعل إلكتروفيلك، يحب إلكترونات، ما يروح هنا لأن قلنا هذا position deactivated، أما يروح هنا أنا أو هنا، أما أربعة أو خمسة. زين هنا طلاب لو شوفون البرودكت وين صاير؟ صاير مكان أربعة، احنا مو قلنا مكان خمسة هو يفضل؟ رح نجي هاي الجروب شنو هي؟ ساحبة with drawing. قلنا بالإلكترون with drawing تفضل الN بها H لو لا؟ قلنا تفضل الN اللي شنو؟ ما بها H، فإذا هذا الشكل النهائي يكون. يقول هنا ملاحظة يقول احتمال probably attack at position number 5 initially then يصير شنو؟ totemerize، يعني احتمال هو صار الاتاك بposition 5 لكن صار totemerism الثاني هذا الشكل. واضح؟ عندنا عندك فت فاكتورين هن جني يعني بلاي رول هنا بهذا الرياكشن. نجي هنا أنا. With thiazole do not react with the هذا ال خلينا نقول nitrating agent اللي هي شنو HNO3 مع H2SO4 even at 160 degrees. The attachment of alkyl group اللي هي شنو تعتبر donor to the ring allowed reaction to proceed، يعني فقط بوجود شنو لازم اكو donating group على مود الرياكشن شنو يحدث. وضحت؟ Oxazole do not undergo nitration by this route، فالأوكسازول بهذا الراوت ايضا ما يصير به النيتريشن. اذا نرجع على ثيازول ما يتفاعل ويا هذا، do not react وياهن even at هذه، لكن فقط بحالة الاتاجمنت allow the reaction to proceed. طبعا هنا النيتريتنج ايجنت مستخدمين داي نيتروجين تتروكسايد، وجود هذا الكاتاليست حتى يعطيني هالكونديشن هذه. نجي على البرودكت مالتي، هذه شنو هي النيترو وذ دراونج، فاذا قلنا المفروض تفضل بوزيشن 5 او 4 مو صحيح؟ هنا أنا الفكره مالتي لا يقولون 5 يفضل هنا بهذا الشكل، بالتايزول صارت 5 هو المفضل. إذن هذا موفلة للرول اللي قلنا عليها بالبداية، اللي قلنا احنا المفروض هذا الشكل هو البريدومينت. لكن شنو طلاب هنا إذا نلاحظ عليهم بس فالملاحظة مهمة، إنه الفكرة هذه S وليست N مو صحيح؟ قبل شوي كان مركب، إذا نرجع عليه طلاب هنا أنا أكو بيها شنو؟ هذه N
فاذا جتي النيترو هنا راح يصير شنو؟ NO2NH. احنا قلنا الفكره شنو الاساس؟ انه ما يصير NO2 بصفها NH. فاذا وين فضلت تروح؟ تروح بهذا المكان. هنا انا ما عندي، هنا ما عندي NH، هنا عندي شنو؟ S. اذا الرول اللي خلينا نقول بريدومينت اللي يسيطر من هي قاعده انه الخمسه احسن من منه؟ من الاربعه. وضحت؟ زين الهالوجينيشن، الهالوجينيشن اضافه هالوجين يعني كلور بروم يود وهكذا. طبعا ذن الطلاب اجين هذه الكونديشن ما اريدك تحفظها، راح اكتب لك بين قوسين، ما اكتب لك هاي الكونديشن، اكتب بين قوسين شنو؟ بروميناتنج ايجنت. زين اميدازول اي بروميناتد، بروميناتد ايزلي اند برومينيشن ات مالتيبل بوزيشن كان اكر. فشوف يعني يحدث برومينيشن بهالبوزيشن هذا وهذا، مع انه احنا بشكل عام قلنا شنو يفضل في البوزيشن 5 و4، لكن هنا يصير شنو عندي؟ مالتيبل بوزيشن. طبعا يقدرون بالفد هيتنج واستخدام ريجنت، يقدرون انه ريموفال اوف ذا اذر برومو، نقدر كيب اونلي وان برومين بهالمكان هذا. ثيرازول هاي ملاحظه مهمه، انه عندي ثيرازول داز نوت برومينيت ايزلي بات تو الكيل ثيرازول برومينيت ات بوزيشن شنو؟ 5. زين طبعا طلاب اذا شوفوا ترى هذا نفسه الرول مالت النيتريشن قبل شوي. النيتريشن النيترو وين راحت؟ بال 1-3 اميدازول راحت بال النيترو راحت مكان بوزيشن 4 مو صحيح؟ بالالكيل ثايازول من الكيل ثايازول وين راحت؟ موقع 5. هنا نفس الشيء البرومو وين تروح؟ بموقع 5. فهذا هو الشرح هنا عندما تكون الالكيل جروب بوزيشن 2، بعدين البرومو تروح بوزيشن 5. يقول اذا كان position 5 substituted الى هذا المكان B for substituent reaction does not occur. هاي ملاحظة مهمة، انه اذا ما به المكان ما تروح باي مكان، ممكن يعني تروح بposition 4. الاوكسازول انه resist البرومينيشن but substituted oxazole can be brominated mainly at position 5 by electrophilic addition. فيصير هنا برومينيشن بالposition 5، هذا الشيء الاساس. اذا بالنسبة للأوكسازول لازم يكون substituted أوكسازول و position 5 مثل الثيازول. أساعد هنا نتوقف ناخذ حتى نكمل الجزء الثالث إن شاء الله.